كانت الجزء الاكبر من بدايه مشوارك وصلتك للجزء الاحترافي طبعا. مين ساعتها كان المدرب؟ كان كابتن ايهاب جلال. كابتن ايهاب جلال يعني انت اول ما رحت اول سنه كان ايهاب جلال. طبعا وكابتن ايهاب يعني الحمد لله ساعتها كان كابتن وائل فؤاد وكابتن سعيد لطفي وكابتن مجدي عاشور كان ده من المقصه والتانيين كانوا وكلاء. اتكلموا مع مستوى المقصه فشاف الفيديو فالحمد لله يعني عجبته كده وقال لك لا انا عايز حسين وان شاء الله بحاجه كويسه معانا فالحمد لله حصلت مفاوضات كتير بقى مفاوضات قعدت فتره طويله قعدت فتره طويله وكده ساعتها الحمد لله يعني قدرت ان انا اروح مقص. لما بتقعد بقى مع نفسك وتفتكر بقى المشوار الطويل ده هو فعلا طويل. لا بقعد اعيط بجد طبعا. يعني بقعد بس لما بتفتكر ان الجون بيجي في ثانيه خلاص يعني وان ربنا يعني كرمك وان والدنيا مشيت خلاص انت كده كده كنت مستعد للفرصه طبعا وجات لك في التوقيت المناسب ودايما الفرصه بتيجي في التوقيت المناسب. انا مؤمنه بكده جدا مفيش حاجه اسمها صدفة ابدا. لا ما فيش طبعا لازم الواحد يكون مستعد طبعا ان الحمد لله ما انا عشان كده بقول لك انا لما بقعد مع نفسي مثلا حتى مثلا واتكلم مثلا مع والدتي او اخويا او زوجتي واولادي ما اجي اتكلم مثلا بتكلم مثلا مع زوجتي اقول لها مثلا انا عايزهم يطلعوا حاجه انا عايزهم مش عايز احرمهم من حاجه بس في نفس الوقت انا عايزهم يطلعوا احسن ناس لان اللي انا شفته مثلا في حياتي انا مش عايزهم هم يشوفوه لا انا عايزهم بقى يبقى احسن مني بكتير يرتاحوا وخلي بالك كمان يا حسين يعني دايما مسيره الاب لما بتتشرح للاولاد طبعا بالعكس ده هم كمان بتفرق جدا وبتعلموا ان لا الوصول يا جماعه للهدف مش سهل خالص ابويا تعب ووالدك تعب علشان نوصل لحاجه فده مهم جدا لان بعض الاجيال تقول الموضوع سهل لكن خاصه كره القدم اللي هيتعب ويجتهد وبيقولوا كده بلغه الكره بيتمرمط هو ده اللي بيوصل هو ده فعلا اللي بيوصل هو ده ساعات اللي ربنا بيكرمه يعني حتى ما بتكلم مع والدتي بقول لها احنا تعبنا في حياتنا كتير فعيش حياتك واعمل اللي انت عايزاه مفيش حاجه يعني مفيش حاجه اعملها فالحمد لله ما باجي اتكلم معاها مثلا هي او اخويا او مراتي انا تعبت فاعملوا اللي انتوا عايزينه اي حاجه مباحه لان خلاص الواحد تعب فخلاص بقى انا الاول بقى نستريح كلنا نستريح شويه هو اخواتي وكلنا طيب دي كانت اكبر حاجه هنعرف بقى بعد الفاصل ده اذا كان حد من ولادك موهوب وطالع لحسين الشحات ولا لا بعد الفاصل